تبدأ الصحف في التطاق. نعم. قال ربنا فيما قدمت أنت من سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. انظر إلى تعبير القرآن بألزمناه، من الملازمة. نعم. يعني كتابه لن يذهب إلى غيره، لن يحدث خطأ بأن أخذ أنا كتابك وتأخذ أنت كتابي، لن يحدث خطأ أن واحد بدل أن يأخذ من شماله يأخذه بيمينه. لا، هو ألزمناه شكلا وانفرادا وحقيقة وموضوعا من كله، من باب اللزومية أنه ملازم له. هذا كتابه. الكتاب هذا إذا أردنا أن نبسط المسألة فيما أفهم بعقل الصغير أو عقل الجاهل، أن الكتاب هذا عامل زي الشهادة اللي فيها المجموع الكلي، المجموع مجموع الدرجات. لكن أوراق الإجابة دي موجودة كلها تحت العرش بتاع المليارات دي كلها، أوراق الإجابات كلها. اللي ما هو أنا ليا سجل، كان سجل واحد؟ لا، يعني السجل المكتوب، السجلات المكتوبة عليا. أيوة. هذه السجلات كانت منشورة، فلما جه ملك الموت أخذ روحي وموت طويت، يوم القيامة وضع تحت العرش فتنشر مرة أخرى. وإذا الصحف نشرت، نشرت، نشر الخبر، يعني فتحت نشر الخبر، نشرت الخبر. هذا المقصود هو بالصحف، الصحف، الصحف اللي هي ايه؟ صحائف الاعمال. ولذلك عمل. ايه؟ ولذلك قال ايه؟ يقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة واضحة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى وضع الكتاب يعني خرجت السجلات فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول في سورة الإسراء: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ذلك لما الإسراء بتبدأ بعد آيات بني إسرائيل، يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يبدأ بالقرآن. اللي عايز ينجو يبدأ بالقرآن بما